نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن أوصى به العلماء رحمهم الله. من جمره وعلم وتادرا بلو بمكروت متحافش نو من جمره. وهو متن الدروس المهمة لعامة الأمة. ياتمنات دروس مهمة لعامة الأمة. عنقب قابي هنا تمرت هبرة صابون بمتكام عنقب قابي هنا وقت يتشكمش متعف بلو يتتعفش متعف عدج. للشيخ بن باز رحمه الله. يتعفات شيخ مؤلفو دراسي وشيخ البازناتش رحمه الله الله يمارتونا. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ إهن دروس المهمة كتاب عندنا مادلة من دنو يتفلقوا. لأن بعض الناس قد يقول لك لماذا الآن ندرس دروس مهمة؟ لماذا؟ أهون يهتسب السبع وصوات لا من دنو دروس المهمة من ما ربولوك إياك إلقائك شلا. لأنها مهمة على ما سماها المؤلف رحمه الله. شيخيو عند تراو عند سمو عن قلقاري هونو سلاقيني. لكن بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا وله يتكبر على العلم والعلماء. عندما تسوقين بعلم وجننا بعلم ليس كراس بطرر التايا. يقول نعم هذه دروس مهمة. أو إيه دروس مهمة عن قلقالي تمرتنا ويلال. لكن مهمة للعوام. نقر قل لا تسابنا ونجيلين إيلال. وأنا طالب علم. أنا كذي يعلف كونني بقى وتبقى كونني لا أدرس الدروس المهمة. دروس المهمة لني أسفل لقيني ملاب. هل هذا طالب علم؟ إيه وانا تمرت فلاجنه. طالب علم يتكبر على العلم والعلماء؟ وقد فلاجي بعلم وشنا بعلم لي قرآن. نقول تعال. إني أنا لو على الناس تنلو. نسألك عما في هذه الدروس. هذه كتاب كان لو إياك من طيق إيه هل بلن طيق واحد. شروط لا إله إلا الله. كوست لا إله إلا الله عند رسالة ثلاث سن طيق واحد. شروط الصلاة. ثلاث صلاة مسفر تزاوست ألان طيق واحد. أركان الصلاة. يا صلاة فرض وجه كزاوست ألان طيق واحد. واجبات الصلاة. يا صلاة واجب وجه كزاوست ألان طيق واحد. سنن الصلاة. يا صلاة سنة وش سنت دهون وانت يقعد مبتلات الصلاة صلاة أخراش وش كذا وانت يقعد شروط الوضوء يا وضوء مسفر توش انت يقعد فروض الوضوء يا وضوء دمو قديتا وش انت يقعد نواقض الوضوء وضوء أخراش وش انت يقعد كيفية تغسيل الميت يا متساون ديت أرقون دميات انت يقعد أجاب يملسة هذا أحسن من العوام كملساتها هرت سويت شهادة وإن لم يجب قال ملسك ودتس فالعوام أفضل منه هرت سويت راوسا وكسويت شهادة لا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر وقد فلاجي يجبهم أواتنا يبرو لقرار رنال بطر لأن العلم ثلاثة أشباب العلم ثلاثة أشباب وقد سبال صوست سنزرنا من دخل في الشبر الأول تكبر عند سنزر يا مجمرة يا لفا بكا كان يبكى الرواجه اللي بلو كلهم ينبوط ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ودولت نيو سنزر كهداقين متنانا سجمرة ومن دخل في الشبر الثالث عرف علم أنه لا يعلم شيئا صوتين هلا سنزر كالا فاجن إيا وكا اندالا وكا نمنا اللي نبلو متواضيع هنا انتبه أن تكون من أبو شبر واحد متكبر أدرا سنزر عند سنزر لي كونو تقوار الصوت شندا تهون اندا نهون تتنكبو نقو إلى الشهية هذا المتن يصلح لكل إنسان إيه دروس مهمة يتبع له مثاب لملاتين يمسمان مسلم لا مسلم غير مسلم مسلم وجم له هنا مسلم جديد عدي السلمتي يصلح له هذا الكتاب إيه كتاب اسمان ما يصلح لكل لغة لكل دولة لملاو قانقوا لملاو حزب تسمامي هنا متعفنا
ماذا يوجد في هذا الكتاب؟ كيف كتاب من منال؟ طريقة السلف مع القرآن. يا سلف وجه القرآن قاري الله شو سرعتنا جنينات إندية دهانا من جدوني أسيا. التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك. يا مجمرة الله أن ببتن النت ما ملكنا توحيدنا أفراش وتتشكك ما كتاب. الصلاة. قتلوا سلا صلاة قدائي من نقل. الوضوء. سلا وضوء الدرارق من نقل. الاغتسال التيمم. يا جنابان دي تارقن دم من تاتر تيمم وحاسرنا تادمو وحاب بافر دم من التاكم سرعة يستمر. تجهيز الميت وتكفيني والصلاة عليه. يساوي وندمو تشاتين يوم تجزي ويمهت وتشاتين إن دي تارجن إن دم النات واتشون إن دي كفن إن دم شيني أتشوم سرعة ميستمك تاب. الآداب والأخلاق الإسلامية. إسلاموي سنا مقبارن بمولو إسلاموي أخلاق وتشين بمولو يستمرنا. هذا المتن مهم جدا كما أوصى به العلماء رحمهم الله. إيه كتاب سلازي بطعم أنجل قابينو عالي مجهولة عدرا 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 عدرا